على عمق ميل او اكتر في قلب المحيط الاطلنطي، في مكان لا فيه حياه ولا ضوء، بتعيش سمكه ابو الشص، اكثر الاسماك رعبا من حيث شكلها، لكن لان ظروف معيشتها صعبه قدرت ابو الشص تكتسب حيله غريبه عشان تعرف تعيش. جزء من عمودها الفقري بيمتد فوق بقها، وفي نهايته قطعه لحم مضيئه عشان تجذب رئيسها في الظلام الدامس اللي بتعيش فيه. وبمجرد ما الفريسه تقرب تفتح بقها وتسحب الفريسه جواها، ومهما كان حجم الفريسه فيها ما عندهاش مانع لانها بتقدر تبلع فريسه قد حجمها مرتين. لكن ده مش اغرب حاجه، الغريب ان الاناث بس هي اللي عندها الحيله دي. ذكور ابو الشص بتبقى كائنات ضعيفه اصغر من انثى، ما عندهاش جهاز هضم مكتمل النمو ولا حتى جهاز تناسلي. كل اللي بتمتلكه الذكور عينين وانف عشان يشوفوا ويشموا الانثى. بمجرد ما الذكر يشم ريحه الانثى يجري عليها على طول، ولو اتاخر وما لهاش بيموت وقت. اول ما يلاقيها بقى يقرب منها ويفرز انزيم يحفر في جلدها ويخليه يلزق فيها. مع الوقت بيفقد عينيه وانفه وبيبقى عندهم دوره دمويه واحده، والاكل اللي تاكله هي يتغذى هو كمان بيه. واحده واحده بتتلاشى كل اعضائه وتفضل بس اكياس الحيوانات المنويه اللي هتستخدمها عشان تقاصر فيما بعد. طريقه غريبه جدا، لكن لو بصينا لها هنلاقيها بتعتمد في الاساس على ندره مصادر الغذاء وتوفير الاستهلاك